عسلامة مسيو. سلامة مدام. مرحبا بيك. وبيك. وضعيتك صعيبة برشا، عندك زوج صغيرات وعاطل عن العمل عندك فوق الخمسة شهور. خمسة شهور، اليوم برك مشيت فما شركة نتاع سيكوريتي. مشيت قالت لي جيب لي نسخة بطاقة طارئة وجا تدخل تخدم. فهمتني، صدفت 5000 ركبت بها الكل، في الآخر عطاتني ورقة. قالت لي جيب لي النسخ هذم. الوثائق اللازمة. قالت لي منهم شهادة مدرسية. وأنا عمري 42 سنة. أنا مكتب شعطيني شهادة مدرسية. آخر بلاصة قريت فيها مسيو. آخر بلاصة قريت فيها المكتب. تصم. مكتب. سنة أولى؟ سنة أولى. ما قريتش مسيو أنت. ما قريت الجمل، سنة الأولى خرجت. فهمتني؟ أنا مكتب تو باش يمشي يعطيني شهادة مدرسية. قالت لي جيب لي الوراق زوز مضامن، زوز نسخ بطاقة طريق بي 3. مشيت للمركز على بي 3 كبيرة برك. فهمتني؟ قال لي جيب لي تمبر. مشيت للقباض. قال لي 5000 التمبر، 5000 صرفت ركبت منه. من الوراق لقيتهم لي الكل راهم. ولادي دخلوا مشي ولادي راه. الوضعية هكا العائلية متاعك كيفاش بالضبط توا لمدة 5 شهور يعني وانت عاطلة عن العمل وقلت لي عندك كراوات مش خالصة، فما شكون يعطيه الصحة خلص لك شهر كري لكن باقي معناها الأشهر الآخرين مش خالصة، كيفاش عايشين؟ والله شو نقول لك، عايشين بقدرة ربي. ربي هو اللي كريم. نهبط المرشي نم الطرف خضرة ولا ساعة من البوبل. كيما البارح ما عنيش من نتعشى البارح. ما عنيش باش نتعشى البارح. خديت بوكو حليب وزوز باقيت باش عشيت بهم الصغار. ولادي صايي مشاو. ولادي مشاو. مرتي قالت لي ما دبرش خدمة من هنا الجمعة هذه الجمعة الجاية. قالت لي راهو باش نخليها لك الدار ونهز ولادك ونمشي. علاش نخسر مرتي وولادي؟ مش بإيدك مسيو راهو معناها أنت عامل مجهودك وتفركس كل يوم في خدمة. أنا أكثر من مجهود، أنا عيني هذيا مرضت. من بكاو من نوم بلاش نوم. قلت لها هاكي تشوف، قلت لي ولادك ضاعوا. ولادي ضاعوا، شفتي لولادي ضاعوا راني باش نعمل مشنقة لهني. مش يقولوا لي حاكم ولا يقولوا لي رئيس دولة يبيد ورئيس الداخلية يبيد باش يتفرج فيها المشنقة، أنا باش نعملها باش يتفرج فيها. مناش خاطر ولادي ضاعوا. كي جيت نخدم أنا. وقايم بولادي فهمتني، راهو لاباس علي، كرايه خالص، ميه خالص، ضوي خالص، كل شيء خالص. ما تنجمش تزيد تصبر شويه المدام، تزيد تصبر شويه، تقف معاك شويه. واقفه معايا المدام، قديش تقعد للشر يا اخي، زوج صغار راهو. تو سامحني تخلي انت ولادك للشر. ما تنجمش مسيو، ما زاد لازم واحد يرضى زاد هذاك حاجة ربي، حاجة ربي هذيك. ربي هو اللي يرزق. انت تخلي ولادك للشر. انت كي تبني معرس راجلك يخليك للشر. انا اكثر حتى امراه ما ترضى مسيو، لكن معناها اذا كنت عايشه معاه لاباس ويوفر لي في كل شيء وبيني لو نهار الدنيا طاحت بي ما نخليهوش بالطبيعه. هي مش قاعده تخلي فيه، هي صابره معاي. صح. هي قديش تقعد صابره معاي؟ قديش حياتك كامله تقعد صابره معايا؟ مش حياتك كامله تقعد صابره معاي. زيد هي مرات باش تفد الزيت. اوكي المدام اللي هي بالصغار. ليه بالصغار وما عندي ولدي معاق. يا عندك ولدك معاق ما تنجمش المدام تخرج تخدم وتخليه، سينو باش ترسيلها تخرج تخدم وتجيب مرافق بحذاه باش تخلصوا. يعني معقده الحكايه شوي. الصباح كان متني تبكي، قالت لي ودك راهو سنه، قالت لي قرايه، عيطت لها المدير قال ودك الصغير راهو سيير عاملي له حل. ورته بطاقه اعاقه. فيها ولدك الصغير؟ يد بمخ. هزته بطاقه اعاقه. يعدي في شارع محمد الخامس، قلت له ماك عطيتني ورقه ومشيت نعدي، هاو شعطوه بطاقة. قال لها ولدك راهو سيء عليه، شوفي له حل مدام صغير، عمره 9 سنين، شوفي له حل. تو تزيد طبيب الفلوس على قليل 100,000. هنا ما كيش باش نعشي باش نهز طبيب الفلوس. هزيته المستوصف الواحد تاع شارع محمد الخامس. شارع محمد الخامس قال لك اخويا احنا اللي علينا قاعدين نعم، عندك فلوس برا هز طبيب الفلوس. لازم مشيت للسبيطارات، مشيت للسبيطار الصغار، مشيت اللي صورها قاعد ندور. المشكلة اللي فوق هذا الكل انه انت كاري مسيو، معناها كاري كاري معناها مربوط بحاجة تخلص فيها كل شهر. مري شني؟ انا زي مرة الدار
قلت نعطيك حاجة. البارح جا من الدار تفقد في داره، عيط قلت له ادخل ادخل اخويا ادخل اجي اشوف الدار ادخل فم شاف داره دخل قال لي شنية هذا، قلت له هاك تشوف قسم من بالله حل الفرج ديالي لقاها فارغ، كعبة ما فيهاش، عمل لك ايه قلت له زيد بالله انت يجي عامل هز دبوس الغاز هز دبوس الغاز لقاها فارغ. قال لي كيفاش؟ قلت له حليب وخبز. قلت قال لي قديش عنده الخبز؟ قلت له والله البارح دبر زوز باقيات وبكو حليب. هيا صعيبه ياسر 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 بسيو. جيبو مد لي 20,000. هو الملاك يعني في عود ياخو حق الكريم تاعو ولا هو يعطي؟ ولا يعطي. هو يعطيه الصحة. مد لي 20,000 قال لي برا امشي عمر دبوس الغاز، وقال لي برا امشي على القليلة باش تنجم توكل ولادك. خديت 20,000 عند العطار مات. خديت كسكسي ودبوس الغاز وحقة طماطم 20,000 مات. زيت. الزيت مهم، الزيت عندي عندي الزيت فهمتني، عندي طرف زيت هكا المراه قاعده وفطورهم اليوم معناتها البارح واليوم وفطور وغدوه الله اعلم. انا صدقيني قسما بالله ولا في نعمل مشنك، انا راني تخنق ديما ديما امن بربي بعد الشده ديما يجي الفرج. عارفين انا مع عائلات عاشوا اصعب من هكا ومن بعد ربي حلها في وجوههم. عارف انا عارف امن بربي وربي هو فوق الناس الكل. ربي هو اللي سخرك الشخص هذاك اللي مدلك فلوس البارح راهو فهمتني، اما يعطيكش اقوى من طاقتك ربي سبحانه. شو قاعد نمد في يدي، نقعد كل مره نسخر في العباد، نحب نخدم، نحب على قليله كي نقعد في قهوه على قليله فهمتني نعمل قهوه فهمتني كي العباد. صدقيني قهوه تصبيحته ولا شربتها والله من دخان نرحي في الدخان على الاخوه، بديت نرحي في الدخان على الاخوه نرحي في الدخان على الاخوه، نحس في وجيع في قلبي نحس في وجيع في قلبي. تصدقيني قلت سي يمكن باش انتي حنسكك تو في القاع، وانا فهمتني ندور من بقعه لبقعه من مواصلات لمواصلات، وانا من المهم من تعطيني اليوم وغدوه قبل اليوم قبل غدوه ندبر الخدمة، حبي اليوم قبل غدوه ندبر الخدمة، حبي نعيش صغاري، هاي عباد تعيش في صغار، هم ياكلوا صغار، هاي هم كل شيء يلبسوا في صغار. من وليدي مش مقادين كما كالصغار الكل، مش صغار ولادي مش كما كالصغار الكل. ساعة هذا راح حانوت نتاع كسكروتات الباب حبيت الباب نحبك الحاج والله. صدقيني مشيت لواحد تاع بيتزا مديت له بطاقة تعريف قعدت وزر قلت له نحب واحدة بيتزا للصغار ولادي معاي توكي نوب ربي خلص سير ويرحم ولدي. قال لي هز بطاقة التعريف نتاعي مد لهم واحدة فهمتني ميني قال لي للصغار وقعدهم فهمتني وكلهم في فوس الواحد في فوس الدستور. قال لي شنو حكيت؟ قعدت نحكي قلت له راني بط مشيت للصالونات كل درت القهاوي درت نمرة مد درت هاي صورتش البيرة درت تحبوا السيرفير تحبوا شي خدام لهذا يقول لك هذا كنت تلوج في اي حل جوس باش تلقى خدمه باش تخلص وتصرف على صغارك. مهم المهم نبداش نسيق ونمسح مواكي كي تخرج نهار كامل على الاقل ماشي تخدم. انا ولادي في بيرهم نخدم تو انا ولادي في بيرهم نخدم نروح العشيه فهمتني ندور من 7 متاع الصباح ل 6 متاع العشيه وين ندور ساعه ساعه نقعد هكا نقعد شويه نرتاح فهمتني نعمل سيجار ونبدا نخم مني باش نجيب قاعد صدقيني ساعة ساعة نبدا هكا ماشي نقول يا ربي تنوبش عليا ب 10,000 ولا ب 5,000 طايحة للصغار. أنا ما حشتيش أنا نصبر مع أنا راني صابر. حتى إنسان كي يطيح فلوس ولا حاجة يقول ما صاب يلقاهم عبد يستحق فهمتني. صدقيني ساعة ساعة نبدا نتعدي نقول نلقى شي 5,000 ولا 10,000 طايحة فهمتني ما شافوا نزم باش نزم الصغار لا نزم تاع حرام لا نسرق لا نخطف لا نمد يدي هي تعطوني لله هي 500 ولا 100 فرنك هذايا مستحيل تجمل. انت تعديت معانا قبل وديما نقول لك يعني كل ما تتعدى كل ما صوتك يزيد يوصل اكثر
كان فما عبيد تنجم تعاونك، مسؤولين عبيد معناها عندها مشاريع تنجم تخدمك، خلي لهم رقم التليفون. انا نحب انا نترش نحب نخدم ونعيش صغار على قليل، كي ندخل القهوه كي العبيد كي رجال معناتها لحيتي يغزر لحيتي بيضة وشعري ابيض، دينار تنعم بيه قهوه ما عنديش. ساعة نقعد في القهوة صدقيني نخرج دموعي على خدي، هادي نقول له اغزر رجالي خير مني يا اخي، هما شوف السبادريات لابسين من السبادري مقطع فوق مني، هادي مانيش راجل انا مانيش عابد انا مش كيما الرجال الكل، مو زاد انا راجل زاد انا مو كيما الرجال، زاد انا نحب زاد نهز ولادي فهمتني، جاي عطلة تويكا صدقيني وعطلة هذيا خم باش نمشي. امبارح ودي قال لي بابا عطلي كيفاش حب نمشي للبيفي دار، لازم البيفي دار على قيد البيفي دار يحبوا ما يحبوا فلوس تاخذ لهم حلوه باش تاخذ لهم دخلهم يتفرجوا في الحيوانات، هو ابسط وسيله ترفيه معناها اللي هي ناخذ المترو نابط في شارع محمد الخامس نهزم البيفي دار، اما باش ندخل ندور بها مكاك ندور نهزم كلهم يعني دورت بكم وروحت. إذا إيش طالب يعني؟ أنا راني طالب ديار، لا طالب مليارات لا طالب شيء، أنا طالب خدمة في أقرب وقت. يعطيك الصحة مسيو، تنجم تخلي رقم الهاتف في آخر الفيديو؟ أقرب وقت، نحب خدمة في أقرب وقت، معناتها في الأيامات هذه 23 7 8 0 7 4 6 23 7 8 0 7 4 6 شكراً.